السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم طيبين. لازم يا جماعة زي ما انتم شايفين كده، يعني من حين لآخر تدخلهم للسمان لو هو في المحبس أو في بتربيه في يعني في مكان مش على الأرض. يعني لازم يا جماعة الخير نحط له دي بس حتة سيراميك يا جماعة، بنحطها على الجنب اللي هو بتاع ايه اللي بتلزق، مش بنحطها على السيراميك، بنخليها على الحتة اللي هي ايه اللي هي الخشنه ديتي زي ما انتم شايفين اهي، علشان خاطر دي يا جماعه بتبقى كويسه جدا للسمان، علشان خاطر هو دايما بيحب ان هو ينظف رجليه ويحمي او يعني يبرد المنقار بتاعه والضوافر بتاعته، علشان خاطر ما يحصل لكوش المشاكل اللي بتحصل للسمان، ان ممكن لو السمان المنقار بتاعه طول ممكن ان هو يتقطم منه، وانت طبعا مش هتعرف، انت هتفاجئ تلاقي السمان بوشه كله دم زي ما حصل معايا قبل كده، ودبحته وفوجئت في الاخر ان هو بقه مقطوم بسبب ان هو كان طويل. وكذلك برضو الضوافر بتاعته يا جماعه لما هو بيعمل كده، برضو اللي هي النقرشه اللي بيعمل منها برجليه يعني بفضل الله بتكون يعني عامل وقائي من البكتيريا والحاجات اللي ممكن تحصل له والالتهابات اللي بتحصل له في رجليه. وكده يا جماعة الخير يبقى وصلنا معاكم لنهاية الفيديو، أحبكم في الله.